أكيد وصلنا لآخر فقرة لليوم مع رحلة روحية من السماء والأرض تسمو فيها النفس لترتقي إلى درجة الصفاء المولوية التي اشتهرت ضمن الفلكلور الديني وما زالت تمارس طقوسه إلى اليوم وتحديدا في المناسبات الدينية. لنتعرف أكثر عن الميلوية معنا الأستاذ محمد حبيب كباش. يسعد صباحك وأهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح. اهلا وسهلا فيك ورمضان كريم ان شاء الله. يعني علينا وعليكم. اهلا وسهلا. يعني بشهر رمضان المبارك في طقوس وعادات نحن محافظين عليها مثل جلسات الانشاد واكيد الجمعات الدينيه. اليوم نحن عبر الزمن تطورنا يعني نعم. يوم عن يوم عم تتطور هي الجمعات عم يتطور يمكن من نواحي عديده. احكي لنا اليوم شو فرق رمضان رمضان من زمان عن رمضان هلا. نعم، اولا كل عام وانتم بخير والقناه بخير وبلدنا بخير ان شاء الله. الطريقه المولويه طريقه صوفيه قديمه ما قبل 200 سنه اجت عن طريق جلال الدين الرومي لتركيا لعنا، ونحن من هداك الزمان محافظين على هالتراث، هذا تراث قديم جدا ومحافظين عليها ومستمرين فيها عن الآباء والأجداد. تقام الطريقة المولوية بمناسبات الدينية وخاصة بشهر رمضان. خلينا نحكي الكريم عن هالموضوع. بشهر رمضان الكريم كثير بنشوف ميلوية بكل طقس رمضان، يعني مثلا بيكون بأي مكان لازم يكون في ميلوية، وكمان بأعمار مختلفة ممكن نلاقي ولد عمره 8-9 سنين عم بيمارس الميلوية عم بيأديها بالشكل الصحيح. نعم. حتى ممكن نشوف كبير بالعمر. خلينا نحكي عن الشروط الصحيحة للشخص يقدر يأدي الميلوية برأيك. الطريقة الصحيحة هي التدريب والالتزام فيها، مو اي شخص بيجي بيفتي الفتل صار ميلو. تمام. الى اصولها، الى عاداتها، الى تقاليدها. تقام بالشعائر الدينية برمضان، مو اي شخص بيجي بيفتل او اي شخص والله طلع تدرب في شيخ للطريقة المولوية مدارسة يبايع أحفاده لوصلت لهالأيام هاي. تمام. نعم. والطريقة المولوية طريقة صوفية شعائر دينية تقام بالمناسبات، وانتشرت الله يرحمه الشيخ حمزة شكور أشرها بأوروبا. تمام. يعني صارت بأوروبا يقولوا الطريقة المولوية السورية، يعني صارت معترف عليها بأوروبا كلياتها. نعم. خلينا نحكي عن الارتباط بين الأناشيد الدينية والميلوية. نعم. الارتباط بين الأناشيد الدينية والمولوية طريقة روحية، يعني الدرويش لما بيفتل يعني تعلقت روحه بالله عز وجل، والطريقة إلى أصول لما بيفرد إيده اليمين وبينزل ايده الشمال عم يطلب من الله ويترك ملذات الدنيا، هي الاصول. تمام. ولما بيكبر المولوي بيفتل بالجبه السوداء، يعني ما عاد يحسن يفتل بالجبه البيضاء بالتنوره. تمام. البيضاء بيفتل بالجبه السوداء. الشباب يلي طالعه ومتدربه وملتزمه بالطريقه بالتنوره البيضاء. تمام. طيب شو السبب، شو الاختلاف التنورة البيضاء او الجبة السوداء، شو الاختلاف؟ يعني خلينا نحكي عن لبس الميلوية بشكل اكبر يعني. نعم. والسبب فيه سبب انه هو لبس مختلف يعني عن كل الالوان. هي الاختلاف فيها انه التنورة البيضاء نقاء القلب. تمام. والجبة السوداء هي لما بيكبر المولوي بيفتل بالجبة السوداء، هي هي. تمام. ما هي الطريقة المولوية. والالتزام الديني والأناشيد الدينية، وهي عبارة يعني الكواكب كلها تدور سماء. تمام. والمولوي لما بيفتل بهالتنورة البيضة يعني دليل على أنه الدنيا كلها والكواكب تدور في السماء، هذا
هدف منها. والنقاء الروحي لما بينشد المنشد الدين طبعا يعني بحس فيها هو يلي عم يفتل، بحس صار يعني روحه تعلقت بالله، صار في عنده نقاء، صار في عنده صفاء. هي الأناشيد الدينية والطريقة المولوية الصحيحة. أما مو كل إنسان بيجي فتل صار مولوي أو هي، لا، التزام ديني بحت. تمام. والحمد لله نحن بالبلد يعني محافظين على التراث حفاظا تمام، يعني حفاظا آباء أجداد لحد الآن. طيب. نعم، خلينا نحكي في أنواع عديدة للميلوية، خلينا نحكي عن الأنواع. ما في أنواع، التنورة البيضاء والجبة السوداء. أنواع الأداء الرقصات يعني. الرقصات اللي هي المنشد بينشد الفتلة بتكون يعني 10 دقائق، بيتم عم يفتل المولوي 10 دقائق بالفتلة، يعني 3 سلامات بيقولوا له سلام، الفتلة سلام، بيتم عم يفتل 3 سلامات. تمام. هي والتقام بالطريقة المولوية يعني أغلبها تقام بمناسبات الدينية. نعم. باحتفالات الدينية، بالأفراح، صارت تقام بالأفراح الطريقة المولوية. طيب خلينا نحكي إذا مثلا طفل حابب يكون يؤدي الميلوية بالشكل الصحيح، شو الشروط الأساسية؟ شو ممكن تنصحه؟ كيف ممكن يبلش؟ قلت لي مو كل أي حدا بيدور يعني هو ميلوي صح، يعني كيف ممكن هو يؤديها بالشكل الصحيح ويكبر مع هاي القصة برأيك؟ يعني شو ممكن تنصح الأطفال اللي حابين؟ لما بده ينزل يفقه المولوي، فالشيخ يلي يكون واقف، فالمولوي قبل ما ينزل فبيضرب له تحية وبينزل بيفتل، بيدعي دعاء، هو عم يضرب له تحية بيدعي دعاء وبينزل بيفتل. تمام. والمولوية بده يكون الإنسان متدرب فيها من الصغر، نتدرب فيها من الصغر لحتى يحسن يتم ممارس فيها. أما يعني الناس اللي دخلت على هالمولوية ما لها علاقة بالمولوية، هاللي عم تشوفوهم يعني عم يجوا يفتلوا مثلا بأماكن ما لها علاقة، ما لهم علاقة بالمولوية. المولوية لها تكية ملتزمين فيها، التزام بو. نعم. لها طريقة، لها شيخ، وله لا شروط معينة. نعم. تمام. هاي الطريقة المولوية الصحيحة. نعم. نحن بنشكرك كثير وإن شاء الله هيك رمضان مبارك عليك وعلى عائلتك يا رب، ويسعد صباحك على سوريا. آمين. الحبيبة رمضان كريم، ينعاد عليك وعلى عائلتك وعلى سوريا بالخير والسعادة. إن شاء الله. أكيد. شكرا لك. شكرا. لهون يا سمر بنكون وصلنا.